السلام عليكم طلبة الأعزاء، اليوم ننتقل لحل المثال الثاني للنظرية الفاصلية. أكيد إحنا شرحنا بالمحاضرة السابقة نبذة بسيطة أو بشكل سريع جدا نظرية الفاصلية، ما هي مميزاتها، ما هي المعادلات اللي تبناها، وما هي استنتاجها عن طريق الشارتات، كذلك التصحيحات اللي النسب المئوية اللي تتصاعد في نقاط التأثير. واخذنا مثال قصير جدا، واليوم راح نكمل المحاضرة النهائية لهذه النظرية عن طريق حل المثال الثاني. جيد، هذا المثال الثاني هو موجود عندكم من ضمن المحاضرات، لكن راح اشرحه بشكل مفصل. بالمثال، ما هي مطلوب المثال؟ المثال بثلاثة أشطر. الشطر الأول أنه يحسب النسب المئوية لضغط الإسعاف في نقاط التأثير، اللي هي إحنا سبق ونحكي نقاط التأثير هذه نقطة U1 C1 D1 E2 C2 D2 بالخط اللاين اللي موجود هنا 2، والـ E3 D3 C3 بالخط اللاين 3. كذلك يحسب الاكزيت جريدينت، ونرسم الهيدروليك جريدينت نفس الوقت خط الميل، اذا تتذكرون خط الميل اللي اخذناه من محاضرة بلاي اللي هو اعطيكم مثال عليه، هذا هو خط الميل اذا تتذكرونه. هذا جيد، او نفس الوقت خط اللاين طبعا اللي هو من البوند ليفل اللي هو من خط الركود الماء الراكد، وينتهي الى الداون ستريم اللي هو بالاب ستريم الى الداون ستريم عندما يكون ماكو اي جريان. واحنا قلنا هاي الحاله دائما نستفاد بعدها اذا كان كل الابواب، نفترض ان كل الابواب هي مقفوله واللي هي ورست كيس سيناريو اللي عندنا. هذا هو المثال، هذا هي الأبعاد، هذا طبعا منسوب 158، ومنسوب هذا من يتكون من شيء الهيدروليكي، يتكون من ثلاثة ركائز، هاي وحدة، هاي اثنين، هاي ثلاثة. الركيزة الأولى اللي موجودة المنسوب الليفل اللي هو فوق الأرضية المنشأة الهيدروليكي 154، هاي وينها 154، 154، ومنسوب أسفل أرضية المنشأة الهيدروليكية 153، والمنسوب اللي هو بالنسبة للخط اللاين الأول أو بالنسبة للركيزة الأولى اللي هو 148 عند النهاية متر. كذلك نجي للركيزة الثانية، نفس السقف يستمر، ومنسوب الركيزة الثانية في النهاية في أسفل الركيزة هي 148. يستمر هناك أكو ميل اللي هو 1 إلى 3، هذا الميل 1 إلى 3، هذا الميل عندنا 1 إلى 3، أتمنى يكون واضح. وعندنا هنا المنسوب 155 والميل 1 إلى 5، ويستمر إلى الخط اللاين 3 اللي هي الركيزة الثالثة. المنسوب هنا 152 منسوب الأرضية، ومنسوب النهائي للركيزة 141.7. هنا عندك اختلافات بسمك الأرضية المنشأة الهيدروليكي، وهنا نفس الشيء يختلف في نفس الوقت. وها هي الأبعاد الأفقية لأرضية المنشأة الهيدروليكي. جيد، نرجع للحل الشطر الأول، هو إيجاد النسب المئوية لضغط الإصعاد عند نقاط التأثير، اللي هي هاي نقاط التأثير. نجي أول حالة، أول نقاط التأثير اللي موجودة عندنا بالخط اللاين الأول. بالخط اللاين الأول نرجع، إذا أريد نحل هذا السؤال نتبنى المعادلات اللي موجودة عندنا. هاي الحالة الرجوع إلى الحالة الأولى، هاي الأولى حسب الشكل 2-4، لا ترجع للمحاضرات 2-4، هاي هو فيجر عندنا 2-4، هذا هو 2-4، هذا 2-4، وهذا هو الحالة الأولى اللي هو الأبستريم.
فهاي هي حالة الأبستريم اللي موجودة عندنا حاليا. أبستريم عندنا فاي اي 1 فاي اي 1 تساوي 100، فاي سي 1 تساوي 100 ماينس فاي اي، وفاي دي 1 تساوي 100 ماينس فاي دي. يعني إيجاد اي 1 دي 1 سي 1 هنجد المعادلة التالية اي وفاي دي، قلنا دائما نجدها من المعادلة من الحالة الثانية اللي هي هاي معادلاتها قدامنا. ننتقل ننتقل لحل السؤال. نجي خلي الحلين والمعادلة أمامنا بهالشكل، حل السؤال الأول. إذا نريد نحل السؤال الأول قلنا لازم نجد قيمة فاي اي وفاي دي، واللي هي تعتمد على ليندا، وليندا تعتمد على من؟ على الفاي. والفاي عندنا لازم نعرف قيمة البي وقيمة الدي. حاليا البي حسب السؤال اللي موجود عندنا هي 152 57. إذا نرجع هذا السؤال قد البي 57 متر، احنا قلنا هو الطول الأفقي أو المسافة الأفقية لأرضية المنشأ الهيدروليكي من بداية المنشأ إلى نهاية المنشأ، تمام؟ منه لا 57. هاي بي دي. نجي للحالة الأولى دي ون، ناخذها ناخذ دي بمن؟ بالركيزة الأولى. الركيزة الأولى شو يساوي عندك؟ منسوب، المنسوب أرضية المنشأ الهيدروليكي هنا هي 154، هاي 154 ناقصا 148، هذا كمنسوب راح يطلع لنا طول الركيزة من ضمنها سمك أرضية المنشأ الهيدروكي. واحنا شرحنا وقلنا بالمثال السابق بالمحاضرة السابقة دي دائما هي عمق الركيزة، يجب أن يكون عمق الركيزة ويشمل معها سمك أرضية المنشأ الهيدروكي. إذا 154 ناقص 148 يساوي 6 متر. إذا توفرت عندنا بي ودي موجودة، إذا نقدر نطلع ألفا اللي هي عبارة عن بي أوفر دي. بي أوفر دي 57 على 6 يساوي 9.5. لقيت هسه ناو راح نطلع علينا الفاي إي والفاي دي. الفاي إي حسب المعادلة عندنا اللي 1 على باي كوساين ماينس 1، تمام؟ ليندا ماينس 2، ليندا ماينس 2 على ليندا، راح نطلع ليندا قيمتها، فاي متوفرة عندنا، ليندا طلعت لنا 5.28. من 5.28 راح نطلع قيمة فاي اي كنسبة مئوية. فاي اي بهيج حالة شو راح تساوي؟ إذا نريد نضيف، إذا نريد قيمة ليندا خليها من ضمن المعادلة هنا، معادلة هنا راح تطلع لنا قيمة ألفا النسبة المئوية لضغط الإصعاد في النقطة فاي اي هو 28.7، لكن مو هاي اللي نريدها احنا حاليا. احنا نريد قيمة فاي اي 1 وفاي دي 1 وفاي سي 1. هذه وجدنا فاي اي، اذا طلعنا هي 28.7، اذا نرجع للفاي سي 1. فاي سي 1 شو يساوي؟ فاي سي 1 100 ناقصا فاي اي. فاي سي 1 100 ناقصا فاي اي احسن 100 ناقصا 28 اللي هي المعادلة 28، راح يطلع لنا 71.3% هذا الفاي سي 1. إذا أول الشطر الأول النقطة إذا هسه وجدناها فاي سي 1 هاي عندي. خلينا المثال أمامي، هسه فاي اي 28.7، اذا فاي سي 1 بالمعادله فاي سي 1 سي 1 يطلع عندنا 71.3. اذا نريد نطلع فاي دي 1، اذا نطلع فاي دي 1، اذا نريد نطلع دي 1 لازم نقول 100 ناقص فاي دي. فاي دي
بالمعادلات اللي شوفت لكم اياها وراويت لكم اياها هنا فاي دي هاي معادلتها بالمضبوط. الكيس الثاني إذن فاي دي واحد على باي كوساين انفيرس لندا ماينس 1 لاب لاب تنتهي الى قيمة تالية 19.9%، بالتالي نتيجة فاي دي 1 هي 80.1. اذا لقينا فاي سي 1 فاي دي 1 بقينا فاي اي 1 فاي اي 1 هي احنا سبق ونحكينا قلنا هي ضغط الاصعاد حسب القانون هو 100، فاي اي 1 هي 100 لانه الاتش كامل هنا، لانه الهيد كامل هنا ما كان يلوس بالهيد. اذا توفر هسه حصلنا ثلاث نقاط، الاي 1 هاي هي الاي 1 هذه سي 1 وهذه هي سي 1 وهذه هي دي 1 وهذه الاي 1 اللي هي 100%. ننتقل هذا هسه النتائج كملت عندنا، لكن سبق وحكينا قلنا هاي النتائج او هاي النسب المئويه لضغط الاصعاد يحتاج لها تصحيح. عندنا ثلاث تصحيحات اذا تتذكرون. التصحيح الاول شرحناه بالمحاضرات السابقه، تصحيح نتيجه التداخل بين الاعمده اذا اكو تداخل اذا عندك اكثر من عمود، وعندنا تصحيح نتيجه الثيكنس تاثير السمك الارضيه، وعندنا تصحيح كذلك فيما يخص المي، فيما يخص تأثير المي. نجي للتصحيح الأول. إذا أريد نصحح بالتصحيحات يعني كقاعدة شرحناها سابقة، التصحيحات اللي نحتاجها هي هاي النتائج اللي E1 C1. E1 ما يحتاج لها أي تصحيح لأن هي 100%، لكن C1 تحتاج لها تصحيح، و E2 C2 و E3 و C3. D1 و D2 و D3 شرحناها بالمحاضرات السابقة ما تحتاج أي تصحيح وهي مو مهمة جدا عندي. إذا أريد ألقى أو إيجاد سمك السقف يحتاج من عندي نقاط التأثير اللي قريبة من أرضية المشاء الهيدروليكي. إذا ما راح أهمل التصحيح بالنسبة، دائما أهمل التصحيح بالنسبة للدي. بالنسبة للدي نجي التصحيح بالنسبة للسي 1. تصحيح بالنسبة للسي 1 تصحيح بالنسبة لـ C1 ذكر سابقا E1 100 ما تحتاج أي تصحيح، و C3 بالنهاية هي صفر ما تحتاج أي تصحيح. إذا دائما نصحح النقاط التأثير اللي بيناتهم. تصحيح عندي C1 راح نجي بالتصحيح عندي بالـ C1. التصحيح الأول نتيجة من؟ نتيجة التداخل. يا من C1 بمن جاي تتأثر؟ C1 تتأثر مع الركيزة الثانية، تتأثر نتيجة التداخل مع الركيزة الثانية. تتذكرون معادلة التصحيح بالنسبة، معادلة التصحيح هاي هي معادلة التصحيح نتيجة التداخل نتيجة التداخل، هذه هي المعادلة نتيجة التداخل بال 19 تداخل مع الأعمدة مع الركائز 19 دي كابيتال اوفر بي داش تحت الجذر دي زائد دي كابيتال على بي. فتتذكرون هذه المعادلة اللي شرحناها نتيجة التأثير بين الركائز. سبق وان قلنا دي دي قلنا هو عمق الركيزة من أسفل لاحظ هنا من أسفل الركيزة المؤثرة إلى تحت سمك الركيزة المتأثرة. هذا الركيزة المتأثرة ما طول أنا أحسب على سي 1 إذا التصحيح لسي 1 إذا هاي الركيزة المتأثرة وهاي الركيزة اللي تأثر عليها لتأثر على C1. إذن هذه هي المؤثرة وهذه هي المتأثرة. إذن D هو عمق الركيزة من عمقها كأنما عندي منسوب عمق الركيزة من أسفل الركيزة لعمق الركيزة من أسفلها المؤثرة إلى تحت سمك الركيزة المتأثرة حسب الشكل الموجود عندنا. إذن هي عبارة عن 153 اللي هي هاي 153 153 هاي 153
ناقصا 148 على بي داش. قلنا بي داش هو المسافة الأفقية، المسافة الأفقية بين الركيزة المؤثرة والمتأثرة، طبعا مركز إلى مركز، يعني عندك الركيزتين أو هذا الريجن اللي تشتغل به، فهي المسافة هي عبارة عن 15.8. 15.8 دي قلنا هذه الحالة الوحيدة، الحالة الوحيدة اللي بيها عمق depth of effect bial، هي عمق الركيزة اللي دا نشتغل عليها حاليا، لكن بدون أخذ بنظر الاعتبار سمك الأرضية المشاة الهيدروليكي، لذلك أنا أهمل سمك المشاة الهيدروليكي. إذا تريد تجد العمق الركيزة عبارة عن 153 ناقص 148. أرجع أكرر هاي الملاحظة ثاني، دي دائما كل الحالات الدي، كل حالات الدي، كل حالات الدي تأخذ بها تأخذ بنظر الاعتبار سمك أرضية المشاة الهيدروليكي، لهذا السمك، هذا السمك دائما تأخذ. لكن في حالة التصحيح فقط فيما يخص نتيجة التصحيح، نتيجة التداخل بين الركائز، دي ما تشمل، لا تشمل السمك الأرضية المشاة الهيدروليكي. إذن هي 153 ناقص 148 يطلع لك النتيجة بي، احنا قلنا هي المسافة الأفقية وهي البي 157. طلعت النتيجة مالتنا 1.88%، هي بوزيتيف لو نيجاتيف، سبق وشرحنا بالمحاضرات السابقة. دائما الجانب الأيمن للركيزة المراد حساب نقاط التصحيح لنقاط التأثير مالتها، الجانب الأيمن يكون موجب، جانب الأيمن يكون موجب. الجانب الأيسر يعني هاي الركيزة جانب الأيسر منها، هاي الركيزة جانب الأيمن منها، فجانب الأيمن بالنسبة لـ C1 موجب، بالنسبة لـ E2 سالب، سنجي للـ C1، وبالتالي هي زائد زائد، راح يكون ضعف. عندنا تصحيح ثاني بالنسبة لـ C1 ما كملت، تصحيح نتيجة من تأثير الـ Thickness of Slow، تأثير السمك السقف. نجي للسمك اللي هي عبارة عن فاي دي، هاي فاي دي، هاي الفاي دي ماينس، هذا قانون شامل يعني عام، فاي دي ماينس فاي سي. فاي سي وين؟ احنا قلنا سبق ما قلنا الفاي سي اللي هو حسب معادلات خاوسلي دائما يحسب نسب الميول لضغط الاسعاد فوق فوق الارضية المشاة الهيدروليكي. احنا وين نريده؟ نريده تحت، اللي هي هاي تحت المشاة الهيدروليكي. اذا ها لازم تصحح، اذا فاي دي ناقصا فاي سي، فاي سي اللي موجودة على دي ون، هاي دي ون في دي ون. نيجي هنا بعد عندك فاي دي، هذا فاي دي، رجع للمحاضرة اللي النتيجة الأولية مالتنا، هذا فاي دي هاي ون 80.1، هاي دي ون 80.1، 80.1 هي 80 قريبة، ناقصا فاي سي، فاي سي اللي هي 70، 71، وانا فاي سي، فاي سي عندك هنا 71.3، 70.3 تقريبي، على 154 ناقصا 148 اللي هو دي 1، 154، هاي 154 ناقصا 148، 148 سمك الأرضية المشاة الهيدروليكي اللي أخذها نفس الوقت. تالي في تي اللي هو تي قلنا سمك، السمك أرضية المشاة الهيدروليكي اللي قريب علي من على الركيزة اللي تريد تحسب بها التصحيحات. فجد دي عبارة عن 154 هنا المنسوب ناقصا 153 يطلع لك اللي هو متر تقريبا، يطلع لك التصحيح مالتنا اللي هو 1.5%. هذا بوزيتيف لو نيجاتيف، قلنا دائما فيما يخص التصحيح نتيجة التأثير السقف اللي جانب الأيمن، الجانب الأيمن يكون بوزيتيف، يكون بوزيتيف، جانب الأيسر يكون نيجاتيف. هذا التصحيح الثاني. نجي التصحيح بعدنا ثالث، نتيجة من؟ نتيجة الميل، نتيجة الميل. لا تلاحظون هنا ماكو أي ميل، إذا هذا الميل يهمل، إذا عندي فقط تصحيحين. إذا فاي سي 1 هذا المصححة، فاي سي 1 راح عندي تصحيحين، التصحيح الأول هو نتيجة تداخل بين الركائز، والتصحيح الثاني نتيجة أرضية المشاة الهيدروليكي. فإذا تلاحظ 1.88
اللي هو هذا التصحيح الأول زائد زائد 1.5 إلى التصحيح الثاني، يطلع لك 74.68%. إذا هو النتيجة النهائية صار عندنا 74.68، والفائدة دي 1 الصحيحة، فائدة دي 1 الصحيحة 80%. هاي التصحيحات الثانية. نجي للخط اللي نجي للركيزة الثانية، هاي الركيزة الثانية. هاي الركيزة الثانية إيجاد الضغط، إيجاد النسب الميولة لضغط الأصعاب بنقاط التأثير. هاي نقاط التأثير، هاي نرجع للحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة، إذا أرجع للحالة الأخيرة، هاي الحالة الأخيرة، هاي هي الحالة الأخيرة، عندك فاي إي وفاي دي وفاي سي. ليش؟ لأنه لأن الركيزة في المنتصف. لا تلاحظ هذه الركيزة موجودة، الركيزة هنا في منتصف، أو مو شرط أنه يكون منتصف، لكن هي تكون بين الركيزة الأولى والركيزة الثانية، إذا تطبق عليها الحالة الثالثة. فاي إي 2 فاي دي 2 فاي سي 2 هذه اللي موجودة عندنا، معادلاتها نفس المعادلات اللي موجودة. يحتاج أنه نجد قيمة ليندا 1 ونجد قيمة ليندا في نفس الوقت، لكن قبل كل شيء إذا تجد ليندا 1 وليندا لازم تعرف فاي 1 وفاي 2. فاي 1 وفاي 2، فاي 1 وفاي 2 على من تعتمد؟ تعتمد على بي 1 وبي 2. بي 1 وبي 2 نجي راح نعرف شنو هو البي 1 إذا تذكرون، والبي 2 شنو هو في شرحناه في المحاضرة السابقة. البي 1 قلنا هو البي 1 قلنا المسافة الأفقية، المسافة الأفقية الأرضية على يسار الركيزة المراد حساب التصحيح فيها، المراد حساب النسبة المئوية لضغط الأصعاد. يعني هسه أنا دا أشتغل هنا، دا أشتغل بهذا الريجن، هذا اللي موجود عندي، فالبي 1 هي هاي المسافة، هي هاي المسافة، لكن المسافة على 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 يسار الركيزة اللي مراد حساب نقاط ضغط الأصعاد في نقاط التأثير. اليد عندي هنا المسافة عبارة عن 15.8 زائد 0.6، إذا هاي تشوفون 0.6 هي هاي المسافة. إذا أكو بعد بلانكيت هنا موجود عندنا أو أرضية بعد أكثر، لازم يدخل ضمن البي 1. 15.8 زائد 0.6 يطلع لك 16.4، هذه هي بي 1. بي 2 هي المسافة الأفقية الأرضية، المسافة الأفقية الأرضية على يمين الركيزة المراد حساب النسبة المئوية لضغط الأصعاد. فهي الحساب جد المسافة المئوية اللي هي عبارة عن 40، لا تلاحظ هذه 40 زائد 0.6 يطلع لك 40.6. إذن فاي واي 1 بي 1 على دي، دي اللي هو عمق الركيزة زائد سنق السقف، إذا هو عمق الركيزة جد عندي هنا 154 ناقص 148 راح يطلع لك هو عمق الركيزة اللي موجودة عندنا اللي هي 6 أمتار. ماشي، هذا هو عمق الركيزة. إذا ألفا 1 ألفا 2 هاي نتائجها، من عندها نقدر نستنتج ليندا حسب المعادلات. إذا ألفا 1 ألفا 2 هاي ليندا وليندا 1، اثنينات راح نجد النتائج مالتها، وبالتالي راح نقدر تطلع حسب المعادلات فاي اي 2 وفاي وفاي دي 2 وفاي سي 2، بالتالي راح نطلع هاي النتائج ثلاثه. اي 2 حسب النتيجه 70%، دي 2 اللي هي 70% من فاي اي 2، فهاي النتيجه تحتاج الى تصحيح لا تنسى. وفاي دي 2، فاي دي 2 اللي هي طلعت نتيجتها تقريبا 63.2، هاي ما تحتاج تصحيح لان قلنا هاي اللي اسفل الركيزة ما تحتاج التصحيح. سي 2 اللي هي هاي سي 2، هاي سي 2 هنا نتيجتها 56.4 ويحتاج الى تصحيح في نفس الوقت. لان هاي ثلاث نتائج موجودة عندنا. ندخل للتصحيحات. تصحيح عندنا راح نصحح الفاي اي 2 وفاي سي 2، نتيجة من؟ نتيجة التداخل بين الركائز. بالنسبة للإي 2 هسه أصبحت هاي المتأثرة وهاي المؤثرة. للإي 2 هاي الركيزة المتأثرة وهاي المؤثرة على الإي 2. فالمعادلة
الركائز نتيجة تداخل الركائز هي هاي دي على بي داش، دي زائد دي كابيتال على بي يسالك النتيجة حاليا. نجي للدي، دي عبارة عن 153 هاي 153 ناقصا 148، دي 153 ناقصا 108 هاي قلنا هي عمق الركيزة من أسفل الركيزة المؤثرة، من أسفل الركيزة المؤثرة هاي المؤثرة، من أسفل الركيزة المؤثرة 148 إلى تحت سمك الركيزة المتأثرة، وهي هي الركيزة المتأثرة على اعتبار إحنا نشتغل هنا بنقاط التأثير. إذا 148 ناقصا 153 ناقصا 148. نجي للبي داش، إحنا دا نشتغل بهذا الريجن، بي داش هو 15.8، والبي كابيتال هو اوريدي موجود عندنا 57، راح نعرف انه جيد النتيجه تطلع لنا 1.88. هذا بوزيتيف لو نيجاتيف؟ لا نيجاتيف، لان التصحيح قلنا على يسار النقطة التأثير فمعناه نيجاتيف. بعد اي تش تحتاج تصحيح؟ عندنا تصحيح نتيجة السمك مالت السقف. نتيجة السمك مالت السقف معادلته، وقبل ما ننتقل لتصحيح السمك عندنا بعد سي 2 هم تحتاج تصحيح نتيجة التداخل. شوف سي 2 ركز وياي، سي 2 كلش مهمة هنا على اعتبار دي تختلف. لاحظ ان معادلة دي هي هسه وين الركيزة المؤثرة بالنسبة للسي، وين اللي تأثر عليها؟ تأثر عليها هاي الركيزة، والمتأثرة هي نفسها. فإذا تريد تحسب الدي عبارة عن 153 أسفل الركيزة المتأثرة اللي هي 153 ناقصا 141.7. إذا أرسم لكم بالطريقة التالية، هذه هي هاي المسافة اللي أحتاجها أنا، هاي المسافة اللي أحتاجها. جيد. نفس الوقت بي داش، بي داش إذا تلاحظ البي داش هي 40، لأنه دا نشتغل قلنا البي داش هي هذا الريجن اللي دا نشتغل بي، فبذلك هي 40 نضيفها هنا، وبي كابيتال هي 57. نيجاتيف لو بوزيتيف؟ بوزيتيف 2.89. ليش بوزيتيف؟ لأنه إحنا نشتغل على يمين الركيزة، على يمين الركيزة، وقلنا على يمين الركيزة هو بوزيتيف.